عايزك تكمل على احمد سيد زيزو بس. فبدا المباراه انبي ومن ساعتها حط رجله وكمل بقى. بس انا بكلمك في التدريبات، الجاهزيه البدنيه عند اللاعب، الاكل، الشرب، النوم، الحاجات دي تفصيله. انت كنت عايش مع الفريق بقى وانت عارف، وانت عارف سلوكيات اللاعبين. انا بقول لك من اول يوم الراجل معاه بروتينه، تلاقيه في الجيم قبل التمرين، تقوياته في الملعب بكل جديه، لو ناقص حاجه بيزود مع نفسه، وعنده احترافيه بشكل كل اللاعبين بيعملوا كده. لا طبعا لا طبعا، في لعبه بتسهر صح؟ معظم لعبه الكوره بتسهر، معظم لعبه الكوره بتسهر، عشان كده الاكل غلط وتفاصيل وتلاقي وزن زايد، مع ان الوقت الامكانيات يا كريم اللي في الانديه لو دي موجوده على زمان تساعد كتير قوي، اجهزه الريكفري والاكل وكل حاجه. كل يعني انت النهارده لعيب الكوره فعلا بتوفر له، مش ومش في زمالك واهلي بس وبيراميدز، في الانديه كلها كتير الامكانيات اللي تساعدك اللي انت تخليك في حته تانية موجوده، لكن بقى مين اللي بيستغلها ومين اللي ما بيستغلهاش. لكن هو انا شايف احمد سيد زيزو لا من اللعيبه اللي بص يا كريم، لعيبه الكوره عقليه، سيبك بقى كله شبه بعض وكل ده كويس وكل العقليه اللي بتفرق. وزيزو مهاريا مش احسن من حسين، لا هو الكوره دلوقتي اصلا بقتش مهاريه بالظبط، يعني الاثنين مستوى مهاري واحد. ولكن ايه اللي فرق زيزو؟ الكلام الاهلي العقليه والتعليم كريم. ما انت كل ما تبقى متعلم افكارك هتبدا توسع. الدنيا انا بقول لك الكوره معظمها يا كابتن عبد الجليل هنا، مش قصه جري وكوره. عشان كمان تحديدا دلوقتي احنا بنتكلم ان كل لعيبه فعليا يعني شبه بعض، كله شبه بعض. يعني انا بس عايز احيي بيراميدز على حاجه بصراحه، اختاروا اللعيبه الاجانب. ايوه لا يعني انا النهارده اتفرجت على الماتش، الراجل بتاع بوركينا فاسو اللي في نص الملعب ده كابتن عبد الجليل توري ده لا نادي توري ده لعيب، عايز اقول حاجه، عارف اللعيبه تحب تتفرج عليها، ده خدوه من الكاس الامم تاني ماتش. لا مش ممكن، وليد الكارتي وليد الكارتي وفخر. بس انا بكلمك على توري ده بالذات طبعا، اللي مش ممكن طبعًا. انا عايز اقول حاجه، انت تحب الكره تجيله سلس قوي، فاكر كينو اللي كان برضو جدا ماشي. بس انا بتكلم على المركز ده، انا بتكلم على المركز بندر. خلي بالك احنا عندنا في سته في مصر، معروف عن مصر في سته، اللي انت هتخبط وتنقل من اليمين للشمال ومن اليمين بيقولها بالبلدي كده تبوظ الهجمه للخصم. بس ده في حاجه كريم بقى، بيقطع الكره كابتن عبد الجليل بكل سلاسه ومن غير فاول. لا لعيب بصراحه اضافه كبيره جدا لبيراميدز، عشان كده بقول لك بيراميدز من الانديه اللي بتعرف تختار اجانب كويسه. معجب كمان جدا بوليد الكارتي، لا حاجه يا خرابي، من احسن اللعيبه بتلعب رقم 8 في مصر. بس وليد الكارتي قبل ما يجي بيراميدز انت عارف اللي هو في الوداد كان جامد طبعا، لكن ده برده شفناه في الامم الافريقيه، وده ذكاء برده اللي انت النهارده بطوله الامم شغاله واداره بيراميدز بتتابع وبتمضي. وانا بقول لك هتلاقي التوتال بتاعه مش زي ما الناس مثلا هو كان بيلعب في السويد والاسكندنافيا. عايز اقول لك حاجه، وليد الكارتي ده لو في الاهلي او الزمالك كان هيبقى ليه شنه ورنه ثانيه، لعيب رائع يعني، هو قريب من فرجاني في طريقه اللعب صح يعني، فكان هيبقى ليه موضوع تاني لو عنده مميزات اخرى كمان غير فرجاني. ممكن يبقى فرجاني مهاري وبوكس تو بوكس، بس بوكس زي ما الكتاب بيقول صح. هو لو انت سالت مين احسن ثمانيه في مصر فهو هو ممكن ينافس امام عاشور، يعني هما الاثنين مع بعض زي بعض، احسن ثمانيات في مصر.